ضاعت بعد هذه ضاعت ارتباك وتشويش من كلا الفريقين. كرة بتعود لإعلام يلعب كرة لجميل جميل جميل أسمر وجميل أسمر وجميل أسمر وجميل أسمر وجميل يضع الكرة في الشباك. نعم تمريرة جميل للاعب الوافد الجديد جوس. كوريا بعد إضاعة العديد من الفرص تأتي الهدية من العماني الأسمر الجميل علي أحمدي يضع تمريرة على طبق من ذهب للاعب جوس كوريا ليتقدم المرخية بثلاثة أهداف لينهي الأمور ويقتل الأمور في ظل تواجد مشجعي لنادي المرخية. يا كارلوس ترانبيرك يا كارلوس ترانبيرك شوف التمريرة من الأعلام. لا 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 تغيير ناجح. عبد الغني الإعلام عبد الغني الإعلام الأولى كانت تمريرة لانفراد للاعب جوس كوريا والتمريرة الثانية وضع جميل لأحمدي في انفراد ليمرر الكرة لكوريا ليضع الكرة في الشباك ليتقدم نادي المرخية بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذا هو أول انتصار لنادي المرخية على نادي السلية في بطولة الدوري وثاني انتصار لنادي المرخية في تاريخ مواجهات الفريقين